طلبنا من المستشفيات لتزيد، اوكي، بس المستشفيات اللي عم تستقبل هلا فولت، مستشفيات بالطوارئ فل، كرمال الاستهتار، كرمال الاستثناء مع بعض الاكفال. هذا مش اكفال. المريض اللي عم بفوت على مستشفى ما حدا رح يشق عليه ولا فيك تشق عليه، رح يقعد لحاله، وبس يموت ما حدا رح يدفنه، رح يروح لحاله على القبر. والله العظيم امبارح للساعة 12:30 بالليل عم نشتغل ننقل مرضى كرمال يرقصوا ليترسلني المطاعم. هاي مش جريمة عظمى، خيانة عظمى. هاي رابي عم تبكي بتقلي عم بموت قدامي على الكرسي. شو هاي؟ هاي هلا بالتسعة وبعشرة الشهر أبدع على 4-5 مرات. شو هاي؟ وحياة الرب يا زلمة، بحياتي مش باكي أنا، مش بحياتي مش مدمع عيني يا زلمة. رجال عشية يترجاك برا تبعتلي على التليفون دخيلك خليني موت بالطريق، بديش موت قدام ولادي. كيف هي؟ كيف هي يا زلمه؟